السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما حياكم الله يا شباب في برنامج الجوهرة، حياكم الله جميعا، عدنا والعود أحمد مع برنامج الجوهرة. اليوم عندنا مسابقات جميلة بإذن الله عز وجل. جوهرتنا اليوم بعنوان ما وراء الستارة، إيش الفكرة يا ترى وإيش المسابقات اللي معانا؟ اليوم عندنا في تحديات بإذن الله، فيه مواهب، فيه يعني نبي حماس، نبي شعللة بحيث يعني نشوف مين اللي هو الأقدر على الفوز بإذن الله. طيب، ما وراء الستارة؟ بسم الله، الفكرة عندنا ست ستارات أو يعني نوافذ. السلام عليكم أستاذ، معك راشد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعذروني دخلت متأخر. لا عوافي، تونا بادين. طيب الله يعافيك. عندنا ست نوافذ أو ستاير أو إلى آخره، كل ستارة في وراها منظر، وما بعد المنظر فيه مسابقة معينة بفكرة مختلفة. فجاهزين إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب ناخذ برفع اليد بإذن الله. طبعا المسابقات في منها يعني تفكير، في منها مواهب، في منها أسئلة، في منها. طيب فنبدأ مع أول نافذة وأول ستارة. لعبة جماد حيوان، لعبة معروفة، ونبي يعني نبي تفاعلكم وناخذ برفع اليد. نبدأ مع عبد اللطيف، حياك الله يا عبد اللطيف. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. طيب دوم يا رب. طيب أنت حظك، الحرف أنت حظك. جاهز؟ جاهز. بسم الله، حرف الدال، اسم حيوان، نبات، بلاد، جماد بحرف الدال. اسم اسم داود. داود، يا سلام. حيوان خليك سريع. دب. دب، يا سلام. نبات بحرف الداء. ها نبات بحرف الدال، بحرف الدال. بحرف الدال. طيب ها بلاد جماد. بلاد دبي. دبي، يا سلام. دبي مدينة ولا بلد؟ مدينة. مدينة في الإمارة. يعني نكتبها ولا ما نكتبها؟ يلا نكتبها. طيب مع يلا مع المدن ما في مشكلة. طيب ها جماد. نبات دولاب. دولاب، يا سلام.
نبات. يا عمر دباء. نبات بحرف الداء. اي بحرف الدال. دال. دوار الشمس. دوار الشمس، يا سلام. إجابة صحيحة. طيب ناخذ الحرف اللي بعده وهو حرف ال حرف الطاء. ها حرف الطاء. ها يا راشد. نعم حرف الطاء. طارق. طارق، يا سلام. حيوان طاووس. طاووس، الله عليك. نبات. طماطم. طماطم. طماطم، الله عليك. ايش بعد؟ ها بلاد. طرابلس. طرابلس، يا سلام. طبل. طبل. طبل، الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. إجابة صحيحة يا راشد، ما شاء الله تبارك الله. طيب وكذا جبنا أول نافذة وأول ستارة. طيب نروح للثانية. طيب بسم الله، ما وراء الستارة الثانية؟ مسابقة بعنوان فلاش الصور. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. أخذ اللي بعده محمد واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شيخ؟ عساكم بخير. الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟ الحمد لله. طيب جاهز؟ جاهز يا شيخ. هذه المسابقة فيها قوة، قوة ملاحظة، يبي لها تركيز. نعم. طيب الفكرة بتطلع لك في الشاشة مجموعة حيوانات، الله يكرمكم، أبيك تذكر لي أساميهم. نعم. بس بيظهرون وعلى طول بيختفون. جاهز؟ جاهز. ستة. ستة يا شيخ. ستة. يا سلام، هذا واحد. ها سلحفاة. السلام عليك. اثنين. فيل. الله عليك. وخروف. ما شاء الله. ها هذه أربعة. والقطة يا شيخ. قطة ذكرناها. نعم مرة ثانية. وأسد وزرافة. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، أحسنت يا محمد. إجابة صحيحة، قطة وسلحفاة وأسد وزرافة وفيل وخروف. وكذا نقول لآخر مشاركة. وكذا جبنا الستارة الثانية. أبشر يا محمد. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ايش اسمك؟ مصطفى واصل الحلو. حياك الله يا مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك انت يا شيخ؟ عساك بخير. الحمد لله بخير، دام انكم بخير. جاهز؟ اي جاهز. طيب نروح للستارة الثالثة. طبعا يا شباب المعلومية، المشاركة بالترتيب برفع اليد. فنشوف. أوه. ارسم يا فنان.
طبعا هذه نبي مشاركة الكل، وبنرجع لك يا مصطفى. ها بنرجع لك بعد شوي. هذه المسابقة بمشاركة الكل. جيب لي ورقة وقلم، خل جنبك ورقة وقلم ترسم فيها. جاهزين؟ أي ورقة وأي قلم. ثواني شيخ بس. طيب جهزت الورقة والقلم ولا باقي؟ لا لا شاي دقيقة أستاذ. طيب طيب بانتظاركم. الفكرة وشو؟ نبي نشوف مواهبكم بشيئين. الشيء الأول رسمة جدا بسيطة، جدا جدا يعني رسمات مو بسهلة، أسهل من السهلة، لكن الفكرة نبي عليها إجابة أو تعليق مميز. هذه الشغلة الثانية، نبي داخلها أو تحتها تعليق مميز. عندنا تقريبا 4 رسمات، فيه رسمات فيها تعليق، وفي رسمات فيها إجابة على سؤال، وفي رسمة فيها تكملة، وفي رسمة فيها تخيل. فبنبدأ. بسم الله. الرسمة الأولى وهي، طيب وردة، إيش أسهل من كذا؟ ارسم لي وردة بنفس هذا الشكل. ثم هذه الوردة لمين؟ لوالدينك، لأمك وأبوك. فتحتها بتكتب لي عبارة توجهها لوالديك، تمام؟ تمام. يلا نبي حماسكم، نبي التفاعل. وردة جميلة تحتها عبارة أجمل توجهها لأمك وأبوك. جميل. طيب نعطيكم وقت قبل لا ننتقل للرسمة الثانية. طيب اللي ينتهي يكتب تم في الشات. اللي ينتهي من الرسمة يكتب تم في الشات. يا سلام، مازن وراشد، محمد واصل، مين بعد؟ طبعا اللي ينتهي من الرسمة والتعليق أو العبارة. فيصل، يا سلام. عبد القادر، عبد الرحمن، يا سلام عليكم، ما شاء الله تبارك الله. حمزة وعمر، أسامة. طيب أسامة، ترسم هذه الرسمة وتكتب عبارة توجهها لوالديك. طيب ننتقل للرسمة الثانية. نعم. طيب الرسمة الثانية وهي تفاحة، فيها سؤال، سؤال جدا سهل.
اكتب خمس أسماء من أسماء الله الحسنى التي وردت في سورة الحشر. تكتبها داخل التفاحة، واللي خلص يكتب تم. يا شيخ جواب بالكلام ولا نكتب في الشات؟ اكتب في الشات تم، وبعدين ناخذ الصوتي، مشاركات صوتية. يا سلام عبد القادر وعبد اللطيف ونوران، يا سلام عليكم. من بعد؟ عمر الله عليك، مازن، من بعد؟ راشد، يا سلام يا سلام. هنا التحدي، هنا المواهب. محمد واصل وحمزة، يا سلام يا سلام. ومحمد راكان ومحمد مهدي وأسامة. طيب ننتقل للي بعدها. نعم فيصل، يا سلام. طيب للي بعدها ما نبي يعني مو برسم واضح، لا طلع قدراتك، فكر الفكرة وشو. أبيك بعطيك رسمة وأبيك تكملها حسب تفكيرك، فكر خارج الصندوق، يعني حاول إنك لا تجيب شيء معتاد، لا فكر خارج الصندوق. بسم الله، الرسمة اللي بعدها وهي هذه، ارسم هذه وكمل هذه الرسمة، كمل وعطني رسمة مفيدة. واضح؟ يعني بهذه الدائرتين يمديك ترسم أمور جدا كثيرة، واللي ينتهي منها يكتب تم. مازن يا سلام، عبد القادر، واللي حاط نقطة ايش اسمك؟ يا سلام عمر، راشد يا سلام. فكر خارج الصندوق، حاول ورنا إبداعاتك، كيف تطلع هذه الرسمة بشيء جميل. أسامة وسام، محمد واصل، يا سلام يا سلام. طيب ننتقل اللي بعدها. نعم. طيب الرسمة الأخيرة وهي تخيل، أبيك تتخيل وترسم. طيب الآن أبيك تخيل معي، لو قلت لك أي شيء ترسمه الحين يصير قدامك، تخيل أن إذا رسمت شيء الآن بتلاقيه قدامك، إيش بترسم؟ ترجم لي على الورقة، واللي ينتهي يكتب تم. طيب أنا بتخيل الجنة، كيف أرسمها؟ كيف أتر قدامي؟ لا ترسم، اكتب. طيب تمام، يعني إذا شيء ما ينرسم اكتبه. تمام. جميل. حاول يعني تخيل أي شيء ترسمه أو تكتبه على الورقة يصير قدامك، واللي ينتهي يكتب تم. يا سلام،
محمد واصل وراشد وأسامة ومازن، يا سلام، ومحمد مهدي وعبد الله الزعبي وعبد القادر وراشد وفيصل ومحمد ركان، ما شاء الله ما شاء الله، تفاعل جميل. طيب الآن انتهيتوا؟ نعم. طيب عندنا أربع رسمات، نرجع للرسمة الأولى. طيب ناخذ برفع اليد، إذا تقدر تفتح الكاميرا وتورينا الرسمة جميل، ما تقدر اقرأ لنا العبارة اللي كتبته. طيب نبدأ عبد الله الزعبي. ايوه ثواني بس افتح الكاميرا، ثواني. طيب طيب هل الكاميرا واضحة؟ لا، مغطى عليها. ثواني. لا مو حاط شيء، هاي فاتح الكاميرا. طيب ما في مشكلة، أقدر أقول طيب قول العبارة. نعم. طيب رسمت وردة وكتبت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، جميل جميل يا عبد الله. يعني آية ودعاء جدا مهم، جميل يا عبد الله. طيب ناخذ مشاركة ثانية، فيصل. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أقدر أفتح الكاميرا لأن الكاميرا الجوال ضعيفة شوي. ما عندك مشكلة. رسمت وردة وكتبت ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جميل، آمين يا رب العالمين. جميل يا فيصل، يا سلام عليكم، إجابات جدا جميلة، أدعية وآيات، يا سلام يا سلام. طيب نروح للرسمة اللي بعدها. طيب ناخذ مصطفى. السلام عليكم يا شيخ. كم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مصطفى. إيش هو إجابة، إيش إجابة التفاحة؟ هذا السؤال العزيز الحكيم. يا شيخ زبا افتح الكاميرا. يا سلام. طيب العزيز الحكيم، الله الرحمن الرؤوف، السلام الصبور القدوس. جميل جميل يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، رسمة مبدعة وإجابة صحيحة. وآخر الآيات من سورة الحشر ذكرت العديد من أسماء الله الحسنى. أحسنت يا مصطفى. طيب نروح للسؤال اللي بعده ونشوف إبداعاتكم فيه. طيب مين عندنا؟ مازن. عبد القادر. هلا أستاذ، حياك الله، إيش رسمت هنا؟ الله يحييك يا أستاذ. دب. يا سلام يا سلام يا سلام.
طيب نشوف أسامة. خنفساء. يا سلام خنفساء، الله عليك يا حمزة. إيش بعد ها؟ ورونا إبداعاتكم، نبي كل واحد يقول لنا إيش رسم هنا. أستاذ رسمت دب ورجل الثلج. دب ورجل الثلج، يا سلام. إيش بعد؟ أنا رسمت كرتين حديديات بعض. جميل جميل. أنا رسمت أرنب. أرنب، الله عليك، يا سلام، التفكير هذا جميل. رسمت دبابة. كيف؟ أنا رسمت دبابة. جميل جميل. صار رسمت واحد واحد، ما سمعت. هذا رسمت مسجد. مسجد، يا سلام، تفكير خارج. أنا رسمت صندوق. باندا. باندا، الله عليك. وكذلك الشمس والقمر وخريطة مفاهيم في أركان الإسلام. الله عليك. رسمت قبعة، رسمت شخص لابس قبعة. يا سلام يا سلام، الله على التفكير، الله على الأفكار الجميلة والتفكير خارج الصندوق. ما شاء الله عليكم، يعني جاتني إجابات صراحة ما فكرت فيها، وفيها إبداع وفوق الإبداع. طيب نروح. أنا ما رسمت مسجد، رسمت كوالا. كوالا، يا سلام. طيب نروح للسؤال الأخير وهو التخيل. إيش تخيلته؟ أو إيش رسمته؟ يا أستاذ أنا رسمت بيت جنب شجرة. كيف؟ رسمت مسجد. تخيلنا الهواء. الهواء، كيف رسمته؟ أنا تخيلت رؤية الله في الجنة. يا سلام، بإذن الله، يعني بلغ جعلنا الله ممن يذوقون لذة رؤية الله عز وجل والشوق إلى لقائه. آمين. يا أستاذ أنا رسمت بيت جنب شجرة. يا سلام، بإذن الله بيت أحلامك يكون أفضل من كذا. تخيلت فلوس أساعد بها الفقراء. جميل جميل، الله يرزقك إياها. إيش بعد؟ أنا رسمت وجه مبتسم وقلب أبيض. الله جميل. كيف؟ تخيلت أني ختمت كتاب الله عز وجل. جميل جميل جميل، بإذن الله بإذن الله، جميعا يعني نكون ممن حفظ القرآن وأتقنه بإذن الله. يا سلام على الإجابات. أستاذ تخيلت الأقصى. يا سلام يا سلام، بإذن الله، يا الله، جميل الإجابات. كيف؟ أساوي حجة، تخيلت أساوي حجة. ما شاء الله عليكم، الصراحة إجابات يعني هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لكم على إجاباتكم. طيب نروح يا أستاذ للنافذة الرابعة. نعم. عايز أوريك الصور اللي أنا رسمتها. أبد، يا سلام. أي أستاذ الشاشة مو ضاعت. طيب جميل يا عبد القادر. رائع رائع رائع. إيه
إبداع ما شاء الله تبارك الله، إبداع ما بعد إبداع يا عبد القادر. شكرا يا أستاذ. العفو، ما شاء الله على إبداعاتكم، أبهرتوني صراحة، الله يفتح عليكم. طيب، تخيلت مكة والمدينة، يا سلام يا فيصل، جميل. طيب، النافذة الرابعة آخر حرف. طيب، تعرفون لعبة آخر حرف في الأسماء صح؟ ايوه أستاذ. طيب، في وقت عندنا دقيقتين، فنبي نبدأ بالأسماء وناخذ آخر حرف. يعني مثلا أنا نواف، آخر حرفي فاء، اللي بعدي يقول فهد مثلا، وهكذا. طيب، نبدأ مع عبد اللطيف. عبد القادر. عبد القادر، حرف الراء يا عمر. راشد. يا سلام، ها يا راشد. داود. يا سلام، عبد الله الزعبي. هدى. داود. داود. ركز. ما انتبهت الاسم. داود. دكتور، او لازم اجيب اسم؟ لا، اسم. لان اول مره العب اللعبه هاي. داود. دال. داليا. داليا، يا سلام، ها عبد القادر. ما راح أقول حرف، خلكم مركزين. ها عبد القادر. دعاء. داليا. يا أستاذ، بحرف إيش طيب؟ داليا، آخر حرف إيش؟ أستاذ ديك. أنت فاهم المسابقة؟ الفكرة أني أخذ آخر حرف، آخر حرف من الاسم. يعني لما أقول لك مثلا عبد القادر، أنت تقول لي اسم بحرف الراء، أنا أقول لك الحين مثل ما قال عبد الله داليا. أستاذ رامل، حرف الألف، ها يا محمد مهدي. أحمد. أحمد، يا سلام. مازن. أحمد. أحمد. سهل، حرف الدال. ها يا عبد الإله. نعم. أحمد، آخر حرف. حرف الدال. اي، عطني اسم حرف الدال. دلال. دلال، يا سلام، ها يا أسامة. لمياء. لمياء، يا سلام، ها يا أنس. لمياء. هيا من بعد، هيا محمد ركان، ولا محمد أحمد. أحمد، طيب، آخر حرف ألف. إيه، لمياء. أحمد، يا سلام. طيب، أحمد ذكرناه،
يا أستاذ هو مسابقة يعني يعني أقول آخر حرف من اسمي أسد. مو من اسمك، من اسم يعني آخر واحد قال مثلا قال لمياء آخر حرف ألف، أنت تجيب لي اسم بحرف الألف وهكذا. أسد. أسد اسم ولد أو بنت، رجل أو امرأة، اسم إنسان بمعنى أسامة. أسامة، يا سلام. طيب آخر واحد عند مين؟ عبد الرحمن. أستاذ ممكن تعيد لي؟ طيب يلا يا عبد القادر، ختام الختام عندك. أسامة حرف الهاء. أستاذ هديل. هديل، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، أحسنتوا جميعا، يعطيكم العافية. ونروح للنافذة اللي بعدها، نملة ونخلة. طيب أبيكم توقفون طيب إذا قلت نملة تجلس، إذا قلت نخلة توقف. لعبة معروفة أتوقع، نخلة يعني وقف، نملة يعني اجلس. ايوه استاذ نعرفها. جميل، واضح؟ جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. طيب تعال نفتح الكاميرا. يفضل اذا الوضع عندك يعني ما عندك مانع. طيب جاهزين؟ بإذن الله. طيب جاهزين أستاذ. جاهزين أستاذ. طيب بسم الله نبدأ بنملة. نخلة. نملة. نخلة. نملة. نخلة. 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 نملة. نملة. نخلة. نملة. 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 نخلة. 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 نملة. نملة. نخلة. نملة. نخلة. نملة. نخلة. نملة. نملة. يا سلام يا سلام. نخلة. نملة. نخلة. نملة. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاكم خير جميعا. طيب نروح لآخر آخر ستارة. طيب الشاشة واضحة ولا لا؟ ما في يا أستاذ. لي مي واضحة. دقيقة. والآن واضحة يا أستاذ. طيب آخر نافذة وآخر ستارة معنا، خلصنا خمس مناظر بخمس مسابقات. طيب المنظر الأخير، هذا المنظر ومسابقة يعني أسئلة خفيفة لطيفة. جاهزين؟ بالتأكيد. جاهزين. جاهزين يا أستاذ. طيب
السؤال الأول يقول: الذي يدع اليتيم بمعنى يعطيه حقه ولا يطعمه ولا يظلمه؟ يظلمه. يا سلام يا سلام. يظلم. طيب متفقين على يظلمه؟ نعم. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة. طيب السؤال اللي بعده يقول: أنت يا أستاذ تختار أم إجابة جماعية؟ إجابة جماعية، بس نبي الأسبقية، لو يعني الأوائل. الصلاة التي لها أذان أول وأذان الثاني هي الجمعة. صلاة الجمعة. جمعة. الفجر والجمعة. الخيارات دقيقة. الصلاة التي لها أذان أول وأذان ثاني، أذانين، هي العصر، العشاء، الفجر. 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 نعم أستاذ، الفجر. الفجر. يا سلام، إجابة صحيحة. طيب الذين هم في صلاتهم ساهون، اللي هي الذين هم عن صلاتهم ساهون، إيش يعني ساهون؟ الذين يأخرون الصلاة، متكاسلون. طيب خلني أعطيكم خيارات. الذين هم يتهاونون. بعطيكم خيارات. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني يسهون في الصلاة، ولا يتركون الصلاة، ولا يأخرونها عن وقتها. يأخرونها عن وقتها. إجابة نهائية. نعم أستاذ. نعم. يا سلام عليكم، إجابة صحيحة. طيب لا تصح. السؤال اللي بعده: ثلاثة أمور لا تصح إلا بالوضوء، اذكر لي هؤلاء الثلاثة. الصلاة وقراءة القرآن. الصلاة، قراءة القرآن والصلاة. يا سلام. طيب الصلاة إجابة صحيحة. أولا الطواف. الطواف. يا سلام. والطواف. الصلاة. يا سلام. ومس المصحف. القرآن والطواف. طيب بدون حائل. جميل جميل. طيب متفقين على الصلاة ومتفقين على الطواف؟ الطواف متفقين. نعم. عليه. قراءة القرآن. نعم. طيب دقيقة، احنا عندنا الآن إجابتين صح، الصلاة والطواف، متفقين عليهم؟ ولمس القرآن أستاذ. طيب الأمر الثالث، أنا سمعت أكثر من إجابة، في من قال قراءة القرآن، وفي من قال مس القرآن أو مس المصحف. مس القرآن. مس المصحف. يعني أقدر أقرأ قرآن من دون وضوء؟ لا أستاذ. لا يمسه إلا. لا أستاذ الغائب. نعم. طيب ها، مين يقول يعني ما نقدر؟ لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا، ولكن قراءة القرآن. طيب دقيقة، واحد واحد. الآن اللي فهمته، في ناس قالوا إن عادي أقرأ قرآن مع وضوء، وفي ناس قالوا لا. إيش صح؟ قراءة القرآن هل لازم لها وضوء؟ صحيح يا أستاذ. لا ليس دعوه. قراءة القرآن بدون وضوء جائز، بدون القرآن. لا
ثلاث قرآن. يا سلام، إجابة صحيحة. قراءة القرآن يجوز من دون وضوء، لكن شرط اللي يشرط له الوضوء هو مس المصحف. يعني قلنا ثلاث أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. طيب السؤال اللي بعده: توفى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 63 63 63 63. إجابة نهائية؟ نعم أستاذ. أيوة نعم نعم. إجابة صحيحة. 63. طيب السؤال اللي بعده: ما معنى في جيدها في سورة المسد؟ هل معناته في رجلها ولا في يدها ولا في عنقها؟ في عنقها. في عنقها. في عنقها. يدها يدها. في عنقها. عنقها عنقها. إجابة نهائية؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. شيخ. يا سلام، إجابة صحيحة. نعم. نعم. طيب ناخذ شيخ. نعم شيخ، أنا توني فت حطني مجموعة اليوم من دون مجموعات. يعني أجوبة هيك دغري. اي نعم. طيب الله يعافيك. طيب السؤال اللي بعده: ما معنى عائلا؟ غنيا ولا فقيرا ولا جوعان ولا شبعان؟ فقيرا. جوعان. فقيرا يا استاذ. فقيرا. فقير. ووجدك عائلا فاغنى. فقيرا. فقيرا. فقير. فقير. إجابة نهائية؟ نعم. أيوة. يا استاذ. يا سلام، إجابة صحيحة. طيب السؤال اللي بعده وهو السؤال الأخير: ما معنى كلمة في سورة العلق لنسفعا بالناصية؟ إيش هي الناصية؟ مقدمة الوجه. الناصية مقدمة الرأس. مقدمة الوجه جبهة. إجابة نهائية؟ أيوة. يا أستاذ. الناصية أستاذ. الرأس. مقدمة الجبهة خلف العينين. يا سلام، إجابة صحيحة. طيب نختم؟ لا لا أستاذ. طيب سؤال أخير. يا أستاذ. سؤال أخير. طيب سؤال أخير. طيب أبي أخليه صعب ولا أخليه سهل؟ أي صعب. على رأس. صعب. صعب. طيب من هو أكرم الناس بعد الأنبياء؟ أبو بكر رضي الله عنه. من هو أكرم الناس بعد الأنبياء؟ سادة الخلفاء؟ أبو بكر. ما أدري. أبو بكر الصديق. إجابة نهائية؟ بإذن الله. يا أستاذ. إجابة نهائية. أستاذ يعقوب. يعقوب. أيوة سيدنا يعقوب. أكرم الناس بعد الأنبياء. بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق. طيب يعني
ليش إن كانت إجابة صحيحة؟ طيب. لأنه كان أقرب الناس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إجابة صحيحة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا في سورة الليل وسيجنبها الأتقى، منه الأتقى؟ أبو بكر. يا سلام. الذي يتقي الله. الذي يتصدى. في إجابة. الذي يتقي الله. الذي يؤتي ماله يتزكى. صح، بس أنا أبي إيش معناها في الآية؟ أبو بكر رضي الله عنه الكريم أو الصديق. الكرم. الكرم الذي يعطي ماله صدقة. طيب أنا أبي لما نزلت الآيات إيش المقصود بالأتقى هنا؟ هل يعني هل التقي ولا مقصود شخص معين ولا شاذ؟ أبو بكر. إجابة نهائية. شخص معين. أقول لا فرق عن جالسني. أكده شق. يا سلام، إجابة صحيحة، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نستدل. يتصدق بكل ماله. صحيح. صحيح، وسيجنبها الأتقى. الأتقى هنا في الآية. الأتقى هنا في الآيات المقصود هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي السؤال الأول قلنا الأكرم بعد الأنبياء هو أبو بكر. ليش؟ لأن في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. فذلك أكرم الناس وأتقى الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكذا يا أستاذ، حتى أنه حفر بئر. صحيح. وكذا انتهينا من الست ستائر والست نوافذ. خذنا ست مسابقات. الله يجزاكم خير جميعا ويفتح عليكم ويرفع قدركم ويرضى عليكم. صراحة يعجبني تفاعلكم وحماسكم. الله يجزاكم خير، وبإذن الله نلتقي في جواهر أخرى وفي مسابقات أخرى فيها حماس أكبر وفيها تحديات أكثر. نلتقي على خير إن شاء الله وبشوق الأسبوع القادم. يعطيكم العافية جميعا. وهذه المسابقات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. جزاك الله خير. وإياكم يا رب. وهذه المسابقات. جنة ونعيمها. وإياكم يا رب. وهذه المسابقات تساعدنا بإذن الله عز وجل يعني بأننا نستمر في يعني رحلتنا مع القرآن ومع أهل القرآن. وترى احنا هنا نشكل صحبة صالحة بإذن الله، صحبة يعني نصحب بعضنا البعض، يعني نعين بعضنا البعض على صحبة القرآن وعلى حفظ القرآن. يعني انا هنا مثل خويكم وصاحبكم ابد، جميعكم من راشد وفارس وفراس وفيصل وأنس وعبد الرحمن وعبد الإله وأسامة ومحمد ومحمد وعبد الله وراشد وعبد اللطيف وعبد القادر، جميعكم كلنا أصحاب. فنلتقي بإذن الله على خير ونساعد نعين بعضنا البعض على حفظ القرآن إن شاء الله. أي اقتراح أي شيء ابشروا بكل خير، تواصلوا معي، موجود رقمي في جروب الواتس. الله يجزاكم خير جميعا. نلتقي بإذن الله على خير. في أحد عنده أي سؤال؟ لا أستاذ، جزاك الله، جزاك الله كل خير. متى تصير المسابقة؟ شلون؟
أنا أيام تساوي مسابقة كل خميس بإذن الله مسابقات الجوهرة يعني الساعة 8:30 بتوقيت مكة. نريد أسئلة أكثر. بإذن الله إن شاء الله تكون في مسابقات أخرى أو برامج أخرى يقدمونها الشباب الإشراف. أبشروا إن شاء الله. جزاك الله عنا ألف خير. جزاك الله خير. جزاك الله. نعم. شوف يا أستاذ الآن أختي يعني لا صوتي قطع. ها في أحد عنده سؤال أو مشاركة؟ طيب وكذا نختم وإياكم. جزاكم الله خيرا جميعا. نلتقي الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.